قال إن أعمادها في عام 2018 و2019 و2020 تسببت الولايات المتحدة في خسائر لا تقل عن 150 مليار دولار لإيران من خلال فرض عقوبات غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية والقيام بأعمال إرهابية، ومنعت إيران من استيراد الأدوية والأجهزة الطبية والغذاء، ولم نشاهد من قبل مسؤولا في البيت الأبيض يرتكب مثل هذه الجريمة. صرح روحاني أن ما يسمى بوزير الخارجية في الحكومة الأمريكية هو في الواقع وزير الجريمة الأمريكي، إذ كان يقول بفخر أنه جمد أصول الشعب الإيراني البالغة 70 مليار دولار أمريكي، وهذا يدل على أنه كان فخورا بكونه معاديا للشعب الإيراني. إيران لم ترتكب خطأ، بل أن الولايات المتحدة هي من انتهك القوانين واللوائح، والولايات المتحدة مسؤولة عن الصعوبات التي تواجهها إيران حاليا. كما قال روحاني إنه في مواجهة الضغط الأقصى من الولايات المتحدة صمد الشعب الإيراني أمام الضغط وقاوم التنمر. لا شك في أن الولايات المتحدة سوف تستسلم للشعب الإيراني في يوم ما، وستفوز إيران في النهاية بنصرها المعادي لأمريكا.